يا مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان وفي كل أنحاء مصر وخارجها. معكم هبة أبو الغيط وبرنامج لقاء الساعة. هنبدأ برنامجنا إن شاء الله بأخبار مصر الحبيبة. عندنا أول خبر، طبعا مش هننكر إن إحنا في طقس سيء جدا، فهنتكلم طبعا عن الأرصاد. عندنا أمطار رعدية اليوم بشمال البلاد، ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 24. تشهد مصر حاليا موجه من الاحوال الجويه المضطربه جدا، اكيد كلنا ده شاعرين بيه، وسط توقعات خبراء هيئه الارصاد الجويه باستمرار فرص سقوط الامطار لليوم الثالث على التوالي. تستمر فرصها خلال 48 ساعه، كمان النهارده كان من ضمن 48 ساعه، وعندنا كمان بكره، خلوا بالكم. وهتكون الامطار غزيره ورعديه على بعض المحافظات بشمال مصر. عندنا كمان خبر تاني نقلا عن موقع شبابيك، بيتكلم عن ان ماكدونالدز ترد على رفضها فتح الحمامات لتلاميذ مدرسة بمصر الجديدة. صرحت الشركة سياسة شركة ماكدونالدز لا تمنع اي شخص من دخول واستخدام دورات المياه عموما، يعني ده في الظروف العادية جدا، ما بالك بقى وقت الأزمة. فهي طبعا نشرت على صفحاتها على السوشيال ميديا ان الكلام ده ما حصلش، وان هي استوعبت العدد والناس دخلت عادي جدا وقت الذروة اللي هو يوم الثلاث اللي فات، فنفت الخبر، لان ده طبعا اكيد بيأثر بالسلب على المطاعم والكافيهات المشهوره في المكان ده، فكان طبعا واجب انها تطلع ترد. عندنا ترويح مهم جدا خاص بالارصاد. عندنا التنويه بيقول ايه، ان يا ريت اي اسره او اي طفل او اي حد ماشي في الشارع ويكون في اعمده الاناره، خصوصا وقت المطر، أعمدة الإنارة يا جماعة نبعد عنها تماما. الأكشاك الكهربائية، أعمدة الإنارة حتى لو مقفولة كمان نبعد عنها تماما، لأن ده بيحصل أكيد، إحنا شفنا إن حصل كام حادثة كده ربنا يرحمهم جميعا، فياريت نتجنب. وفي ناس كانت إيجابية جدا جدا في بعض المحافظات، عملت مبادرة حلوة جدا، كانت بتغلف أعمدة الإنارة بمادة يعني حافظة أو بمادة كده بتحمي الأطفال، بحيث إن لو حد سند على العمود من غير قصد ما يحصلوش أي أذى، ربنا يحفظنا جميعا. خلصنا كده الأرصاد وخلصنا خبر. عندنا كمان عندنا خبر مهم جدا، الرياضة بقى، الرياضة وعشاق نادي الزمالك. أخيرا الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد صراع مع فريق جنراسيون فوت السنغال. مبروك طبعا، أنا بهني كل جماهير الزمالك. الزمالك ينجح في تحطيم عقدة الأندية السنغالية مع الأندية المصرية والتي استمرت 19 عاما، بعدما حقق الفوز على نظيره. حصل ايه في دوري ابطال افريقيا. طبعا نتمنى ان الاهلي والزمالك في الاخر يتقابلوا، وفي الاخر نتمنى الكاس لمصر سواء اهلاوي او زملكاوي، في الاخر الفوز لمصر. الف مبروك تاني مره للنادي الزمالك، نتمنى وجود الناديين المصريين الزمالك والاهلي في نهائي البطوله ان شاء الله. معانا خبر بقى فني، معانا خبر فني نقلا عن موقع اليوم السابع. فيلم الجوكر اللي عامل ضجة اليومين دول، والناس كلها بتتكلم في ان اللي عنده اكتئاب ما يروحش الفيلم، واللي عنده مش عارفة توتر عصبي ما يروحش الفيلم. فيلم الجوكر يعود من جديد الى المركز الاول من البوكس اوفيس العالمي، حيث تقدمت ايراداته لتصل الى 741 مليون و318 الف دولار، رقم مهول طبعا، منذ طرحه يوم 4 اكتوبر في دور العرض حول العالم. بصراحة الفيلم عليه اقاويل كتير قوي، بس كلها بتقول ان هو الجوكر فعلا في وقتنا الحالي. هو فيلم الجوكر من اكثر الافلام المشاهدة في العالم في الوقت الحالي، فيلم ناجح وعامل ضجة كبيرة جدا، وهو مصنف للكبار فقط، يعني ما تحاولوش الصغيرين ان انتوا تسرسبوا كده للسينمات وتروحوا. ليه بقى؟ لاحتوي على كثير من مشاهد العنف، والفيلم كمان بيقوم ببطولته أهم وأشهر نجوم هوليوود من ضمنهم روبرت دينيرو. وكفاية كده علينا أخبار النهاردة، خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني مع فقرة مهمة جدا جدا في عالم التجميل.
اوعوا تفوتكم حاجه مهمه جدا ومعلومات جديده، وعايزين نقول كده طفره في عالم التجميل. انتظرونا بعد الفاصل. برحب بالساده المشاهدين مره تانيه في برنامجكم لقاء الساعه، والفقره دي فقره مهمه جدا لكل الستات، وعايزه اقول كمان انها لكل الرجاله، يعني تابعونا في الشقين. في سن العشرين بيكمن سر الجمال في النضاره، عندنا كمان في سن الثلاثين بيبقى سر الجمال شويه في الاناقه، عندنا في سن الاربعين بيتجلى بقى سر الجمال في التميز، ومن سن العشرين للتلاتين لاربعين في الاخر احنا بنبقى عاوزين الحاجه ممتازه للحصول على النضاره والاناقه والتميز والجمال. كان لازم ظهور العديد من تقنيات التجميل في السنوات الاخيره، طبعا عندنا طفره في التجميل، وعشان كده مشرفنا النهارده منورنا ضيفنا، نستضيف نموذج مشرف جدا في عالم التجميل وهو مستر سامح اسكندر. مرحب بيك مستر سامح. اهلا بيك، نورتنا. مستر سامح اسكندر مالك ومدير باربي بيوتي سنتر، وعاوز اقول لحضراتكم ان باربي بيوتي سنتر تملك 17 سنه من الخبره يعني في عالم التجميل، يعني مش بس كمان عندنا تقنيات حديثه وعندنا طفره في عالم التجميل، لا ده احنا كمان بنمتلك الخبره. مستر سامح، حابين نتكلم كده عن اسرار الجمال، اكيد حضرتك في اسرار عندك للجمال وتقنيات جديده وحاجات ممكن يكون مش كل الناس عندها الثقافه العامه في التجميل. وصلنا لفين في عالم التجميل مثلا في البشره؟ احنا النهارده بنتكلم عن حاجه اسمها ميك اب دائم، طبعا انت سمعت عن الميك اب العادي، ده حاجه مفروغ منها كل الناس عارفاها. صحيح. دلوقتي بقى في حاجه اسمها ميك اب دائم، يعني تقدري تعملي ميك اب دائم من غير ما تعملي ميك اب كل يوم، تبقي انت طالعه ميك اب كامل كامل دائم. زي ايه مثلا؟ ممكن نعمل حاجه اسمها حواجب، نبدا بالحواجب نعملهم حاجه اسمها ميكرو بليدنج، تبقى مرسومه شعرايه شعرايه. ميكرو بليدنج هير باي هير. دي دائمه؟ دائمه، لا مش دائمه، تبقى سنه، كل سنه هتعيد عليها مره بتتجدد، بس مش محتاجه تمسحيها. بس سنه مده حلوه جدا يعني. واحنا نازلين بقى في حاجه اسمها ايلاينر وكحل دائم، بعد كده في حاجه اسمها توريد خدود او بلاشر دائم، في توريد شفايف، في بقى فيلر، وفي حاجات كتيره للبشره بحيث ان انت تظهري كل يوم بمظهر من غير ما تحطي ميك اب او تضيعي وقتك قدام المرايه زي زمان. بتخسر وقت كتير قوي لناس كتير جدا. طب الفكره جت لحضرتك ازاي؟ يعني هي طبعا انك تفتح بيوتي سنتر بالتحديد. هي مش موضوع فكره، بس هو الموضوع كان هوايه في الاول، وبعد كده بقت مهنه، وبعد كده بقى احتراف. بالظبط، يعني الموضوع تدرج للاحتراف، يعني بعد كده بدانا نشوف هوايه لمهنه لاحتراف. وبعد كده بدانا نشوف بقى الناس محتاجه لايه. كان عندهم مشكله دايما في اللي هي طبعا كل يوم تعمل ميك اب، تقعد ساعه قدام المرايه تعطل عن شغلها، فبدانا بقى يعني نبتكر بقى كل يوم حاجه، حواجب، ميكرو بليدنج، توريد خدود، كل يوم حاجه على. طيب نحب نعرف من حضرتك خبير تجميل اخر صيحات في عالم المكياج غير الدائم، يعني ايه الالوان مثلا؟ هو انا عندي البيوتي سنتر في اقسام، كل حد مسؤول عن قسم. حلو، ده يبقى تخصص. تخصصات. حلو جدا، يعني مش انا اللي بعمل كل حاجه، يعني انا ممكن اتكلم عن الاقسام. ده بيبقى بروفيشنال اكتر. طبعا، يعني انا عندي قسم للعروسه تبقى ماسكاه استاذه مرمر، عندي جزء يعني للشعر وتركيب الشعر والصبغات استاذ ايمن اللي ماسكه، مستر ايمن اسكندر اللي ماسكه. كل حد عندي ماسك قسم، هو بقى اللي بيبقى يعني يقدر يتكلم عليه اكتر. لكن انا القسم بتاعي انا هو التجميل الدائم. تجميل الدائم هو أتكلم عليه الفاونديشن. طب كلمنا شويه عن الفاونديشن الدائم، يعني احنا مثلا اي بشره بتقدر تعمله؟ بصي، يعني ظهر مؤخرا حاجه اسمها زي ندبات كده بتبقى ملهاش علاج، وبعد كده الحبوب، اثار الحبوب والبشره اللي هي الخشنه شويه، فطلع دلوقتي حاجه اسمها جلسه بيبي جلو. بيبي جلو اسمها العلمي بيبي جلو، الناس مسميها فاونديشن دائم. اوكي، مفيش مشاكل ايا يكن المسمى. دي طبعا بتصحى الصبح تلاقي وشها رايق جدا والدنيا تمام. طبعا تبقى جميله جدا. وبعدين هي تريتمنت للبشره، بتعالج البشره من الحبوب واثار الحبوب والحفر والبقع، وكمان بتعمل تفتيح للون البشره، عشان كده بيسموها مع الوقت فاونديشن دائم. بس الصح بتاعها تتعمل 3 جلسات، جلسه كل 15 يوم. وبعد كده بتقعد قد ايه؟ لا، بتقعد مش اقل من 6 شهور، وممكن توصل لسنه لو اتعملت صح وبماتيريال اللي يكون اوريجينال. رائع جدا جدا جدا. ده من ضمن التخصصات اللي عندكم في التخصصات. تخصصاتي انا كمان، يعني تخصصات حضرتك كمان عليها. طبعا. لكن انا عندي كل مكان ومختص بحاجه. احنا معانا صور كمان الدائم على الشاشه. ده هنا البيبي جلو، دي بعد 3 جلسات، انما شراح، يعني هو مش راح قوي بس
يعني طبعا احسن من الاول، بس نتيجه افضل من البشره بكتير. عشان البشره كانت رايقه فبقت رايقه اكتر، بقت بشره اطفال. رائع جدا. طب ايه تاني غير البيبي جلو في المكياج الدائم؟ عندنا توريد الخدود، البلاشر الدائم اللي انت كل يوم بشرتك نضره وورديه، ما يبقاش لونك كده يعني بهتان ودبلان، لا يبقى بشرتك دايما ورديه من غير ما تحطي ميك اب، بشرتك منوره كده زي يعني احسن من جلسات النضاره دلوقتي. طب ايه اللي بيميز السنتر عن غيره من البيوتي سنتر؟ ايه اللي بيميز اللي احنا بيوتي بنعمله سنتر؟ يعني مش كتير بيعمله، يعني ممكن تجيبي مثلا 10 مراكز تجميل يكونوا بيعملوا اللي احنا بس بنعمله، اللي هو لان المكياج احنا الدائم، عندنا يعني حوالي التقنيات. 10 تخصصات في مكان واحد، يمكن هو دوت اللي مميزنا اكتر. يعني مش هتلاقي اي حاجه في عالم التجميل على مستوى العالم الا موجوده عندنا الحمد انا لله. بصراحه دخلت على صفحتكم لقيت ناس جايه لكم من بره، دايما يعني بيقول انا لنا لقيت ناس كمان عندكم من عملاء من بره وبيشكروا فيكم جدا جدا الحمد جدا، لله، ده بيقول اللي لنا من جميع شجعنا انحاء، جدا. بيقول لنا من كل انحاء العالم الحمد لله على شغلنا اكيد انتم متميزين جدا. الحمد لله، نشكر ربنا. طيب خلاص اعزائنا المشاهدين، نشوف مع حضراتكم الفيديو ده ونرجع نكمل مع مستر سامح فقرتنا. اتفضل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع مستر سامح. مستر سامح، يا ريت تكلمنا عن تقنيات الفيلر والمايكرو كمان. هي الحواجب بتتعمل بثلاث طرق، طريقه اسمها الميكرو بليدنج هير باي هير، دي بتبقى زي شعرات بنملى بيها فراغات الحواجب. مش لون، يعني لون بس على الجلد، بنملى تمام، بيه فراغات الحواجب ومش شعر، بيبان شكل طبيعي شعر. اكتر. يبان طبيعي اكتر. بيبان طبيعي. في نوع تاني اسمه فيلر، هو كلمه فيلر معناها ملء، فالحواجب بتبقى مليانه كده، تبقى اسمها حواجب فيلر، دي بتتعمل بالجهاز ودي بتبقى دائمه، بتبقى على طول. لكن بتحتاج الميكرو جلسات؟ لا، هي جلسه بالاعاده، جلسه بالاعاده. الاعاده ده بالنسبه للفيلر وتبقى دايمه، لكن بالنسبه للميكرو بليدنج جلسه بالاعاده يبقى سنه. في نوع تاني اسمه امبري شادو، ده عباره عن شادو بس، يبقى الحاجب كده واخد شكل ظل بسيط، ظل بسيط خفيف، بتبقى خفيفه يعني. طب خفيفه بتنصح مين خفيفه. يعمل الفيلر ومين يعمل الشادو؟ لا، هو مش بنصح مين، هو احنا لازم تيجي العميله وبعدين بنعمل لها بروفات على شكلها والاحسن شكل بالنسبه لها، هي ما تمشيش ورا الموضه، هي تمشي ورا اللي ينفع اللي مع ينفع مع شكلها وشها. ايه، هو ده الاحسن، لان دي حاجات دايمه فالمفروض تبقى تعمل بروفات الاول يعني. حلو جدا. طيب ده بالنسبه للفيلر والمايكرو. طيب عندنا كمان حقن البيبي جلو. لا مش حقن، ده جلسة البيبي جلو هي اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي هي بتاعت فاونديشن، الفاونديشن، هي مش حقن اساسا. لا لا مش عشان حقن، بس الناس تبقى فاهمه يا جماعه، هي مش حقن خالص، لا لا مش حقن، ولا فيها حاجه قلم ولا فيها. لا لا بيبقى فيه بنج وكريم كده موضعي علشان على ما تحسش البشره، بأي حاجة على على البشرة. سطح البشره. وبعدين بتتعمل بطريقة الديرما بن. طب ايه فوائدها سنون خفيفة. وخصائصها اللي حضرتك قلتها؟ فوائدها ان هي بتعالج البشرة من حبوب واثار الحبوب والندبات وكل ده، بتفتح لون البشرة وملهاش وبتعالج اي اضرار. وبتعالج كمان وبتعالج في نفس الوقت. طيب انا سمعت كمان ان انتوا عندكم قسم عرائس بيوتي سنتر، يعني اكيد كل عروسه بتبقى في اليوم ده حابه انها تدخل وتخرج تطلع راضيه ملكة جدا، عندنا الحمد لله، ملكه جدا. يدخلوا على الصفحة يلاقوا حاجات مشرفة جدا جدا، يعني تخش طب العروسة على حد تطلع حد تاني خالص يعني. بتقدموا ايه للعروسه في اليوم ده؟ لا كل هي ما تتخيله، هي بتطلب، بنعمل لها طبعا قبلها باسبوع بيبقى في تجهيزات بقى، حمامات مغربي ووكس وحاجات زي كده. مين المسيطر بقى في الموضوع؟ يعني مين لا الموضوع دوت بقى ماسكه استاذ ايمن واستاذه ميرا ومرمر، هما ماسكين جزء العرايس مش انا يعني، بس كله في مكان واحد. بس في النهايه العروسه بتطلع ملكه من عندكم، وبتطلع طبعا راضيه ده وفرحانه حلم كل ومبسوطه. عروسه. طبعا طبعا الحمد لله. معانا كمان صور عن باربي بيوتي سنتر، نشوفها مع بعض.
هنا دوت ضوافر اكليريك. اشرح لنا بقى ده ايه؟ ضوافر اكليريك. اكليريك اه بتتعمل بتبقى دايمه برضو بتقعد شهور يعني. شكلها شيك يعني جدا. بتعملها ريفيل بتقعد شهور في ايديها. خليني اوضح ارقام التليفونات عشان الناس اللي عايزه تتصل تبقى معانا على الهواء. يبقى معانا ارقام تليفونات كمان يا ريت. ده ايه بقى حضرتك اشرح لنا؟ دي حواجب ميكرو بليدنج وعامله بيرسنج في شفايفها وعامله توريد خدود وعامله حاجات كتير يعني. حواجب وشفايف. اه زي القمر رائع طبعا. يعني هنا عاملين اه ده طيب بيرسنج في الودان. ايه ده بقى ايه قول لنا يعني شكل جديد. في ناس النهارده بتحب تعمل حلقان كتير كده في الودن يبقى شكل من اشكال الموضه يعني. انتوا عندكم ما شاء الله كل كل حاجه حاجه. بصي تقريبا البيرسنج دوت في الشفايف رائع جدا. عندكم تخصصات كتير. ده بقى رسم تاتو على الجسم بيداري الجروح والحروق. اه عايزين بقى عايزين حضرتك توضح لنا بالظبط ايه ده. اي حد عنده اي تشوه او اي جرح او اي حاجه يقدر يجي يعمل عليه رسم التاتو مستديمه. ما بيبانش بقى وبيداري وحتى لو ما عندهوش بيبقى الشكل ظريف زي ما انتم شايفين. طبعا هي بتختار اي رسمه نفسها فيها واحنا بنجهزها على الكمبيوتر وبعدين هنعمل لها بروفا بعد كده بنمشي عليها بالجهاز بتبقى دائمه مدى الحياه. طب لو هو حابه تشيلها هو حد بتتشيل. ممكن يجيب لك رسمه معينه طيب وحضرتك تعملها له؟ اه طبعا اي رسمه نفسك. اي رسمه اي رسمه تجيبها من على النت اعملها لك. رائع جدا. وبرده اللي عايز يشيل برده اي رسومات او كنت اي كنت لسه هسال حضرتك هل هي بتتشال بقى مع الوقت؟ اه بتتشال بس بتتشال بال يعني عن طريقكم برده؟ عن طريقنا برده. ما يبقاش العميل لوحده يشيل. لا ما يعرفش يشيلها لا لان هي يعني ثابته. رائع جدا. دي رموش دائمه برده هير باي هير بتتركب بتقعد من اسبوعين لثلاثة وفي نوع تاني بيقعد من شهر ونص لشهرين. ده يعني كل حد بيجي يقول لك انا عاوز من اسبوعين ثلاثة او من شهر هو يعني على حسب احتياجات كل شخص. اه طبعا. وبتتشال برضو بطريقة معينة ليها مش عن طريق الشخص ممكن هي تشيلها لنفسها او احنا نشيلها لها ويبقى افضل لو جت لنا. برضو كل حاجة من ديت ليها عندنا تخصص وليها عندنا حد بيعملها. هو بصراحة هايل جدا ان انتوا كل حد فيكم واخد تخصص يعني مش حد بيعمل كل حاجة. ده كده تركيب شعر يعني شعرها كان قصير وركبت شعره طبيعي مستديم برضو بيقعد مش اقل من 6 شهور. هو فعلا طبيعي. هو تقدر تعمله استشوار مكوى صبغة خصل زي ما هي عايزة. كمان صبغة. زي طبيعي بيتفك ويتركب كل 6 شهور مرة. طبعا عندنا 7 8 طرق لتركيب الشعر. في ناس بتركب بالشمع والاكليريك والبرنتد والرنجات والليزر. ده على حسب ايه مستر سامح؟ يعني على حسب حاله الشعر احنا بنشوف حاله الشعر محتاجه ايه اذا كان شعرها ضعيف اذا كان شعرها قوي يستحمل. على حسب حاله شعرها شعرها تقيل يقدر يداري شعرها خفيف. كل ده بيحدد احنا هنركب انهي طريقه انهي نوع وانهي أنهي طريقه انهي طريقه تنفع معاها وانهي طول شعر وانهي بس النتائج رائعه جدا. هي بتيجي بقى تختار. عندنا كمان حاجه اسمها الشبكه الفرنسيه. الشبكه الفرنسيه دي للناس اللي عندها اي مشاكل في شعرها ما فيش شعر من اساسه بتلزق على فروه الراس بتبان فروه راس وفي نفس الوقت شعر طبيعي اللي هو اللي عندهم ممتازة. صلع مثلا صلع بقى شعرهم خفيف بعد الشر عندهم اي مرض يعني فبنعوض لهم الموضوع ده تماما تخش تطلع المشكله محلوله. اي مشكله في عالم التجميل الحمد لله ليها حل. المهم هي تدور على مكان مناسب تحل فيه المشكله حد يكون بالزبط. عنده خبره وتكون واخده عنه يعني سأل عليه. دي تسريحات شعر برده المختص بيها مستر ايمن اسكندر هو اللي بيعمل التسريحات ديت عندنا. ايه الروعه دي حلو جدا. هو فنان الصراحه يعني هو بيتكلم مع الشعر. يعني انا شايفه ان التسريحه لوحدها مش محتاجه تعليق بصراحه. رائعه. دي كمان ده فن. ده فن هو من انواع الفن يعني. هو ده مستر ايمن. مستر ايمن بنحييك جدا مستر ايمن. نتمنى ان انت تكون معانا كمان الحلقه الجايه ان شاء الله المره الجايه. التسريحات دي جميله بتاعته. ده بقى توريد الخدود اللي احنا اتكلمنا عليه. اللي حضرتك قلت عليه. هو بيهدى عن كده شويه ده عشان لسه عاملينه. يهدى عن كده شويه يبقى طبيعي ودائم. بيبان طبيعي ودائم. تقدر تعمله بقى جلسه يعني اعاده تاني بس كل سنه مره او سنتين. مستر سامح انت بتحل لنا مشاكل كتير قوي. اي مشكله في قوي. التجميل ليها حل بجد يعني. بجد يعني حكايه توريد الخدود حكايه الحواجب على فكره توريد الخدود ده كمان كان ابتكاري انا من حوالي 3 أو 4 سنين. وكنت قايل الموضوع ده مع استاذ وائل الابراشي وبتاع وكان معجب جدا بالموضوع ومستغرب ازاي بتعمله وازاي بيتعمل وكانت الدنيا مقلوبه على الموضوع ده. طبعا. ده نفس الكلام برضو توريد خدود وشفايف وبيرسنج. ده توريد شفايف وفيلر شفايف.
فيلر شفايف كمان. فيلر الشفايف ده مدته قد ايه تقريبا؟ الفيلر حاجتين، كلمة فيلر معناها ملء. ففي عندنا اللون بنسميه فيلر، والفيلر اللي هو الهيرونيك اللي هو اسمه اللي يعمل اللي بيملى بيملى الشفايف. بيقعد سنة. بيقعد سنة. بيقعد سنة. كتير جدا. بس أهم حاجة تبقى بركة معروفة ومكان معروف. طيب سؤال جالنا من صفحة البرنامج، رأيك إيه في الخلطات والعلاجات وحطي إيه على إيه ويطلع؟ هي جميل جدا ان البنت تعتني ببشرتها، بس المفروض تعتني ببشرتها صح، مش اي حد يقول لها اي حاجه تحطها على وشها. بالظبط، احنا انا طول ما انا ماشيه على السوشيال ميديا حطي مش عارفه ايه على ايه، تحطيه على وشك لمده قد ايه، وكركم ومش عارفه ايه، وتطلع لونها اصفر واخضر ممكن يدي نتائج عكسيه وتجي لنا بقى عشان نصلحها. بالظبط. لا انا ما بنصحش حد يعمل اي حاجه مش مجربه. مش مجربه. ممكن تعمل ماسكات ترطيب بتاع، دي حاجات كويسه. اي حاجه يعني طبيعيه جميله، بس بترطب ما بتعملش اكتر من كده. ما فيش داعي يعني العك كتير يعني عشان ما تضطرش تجي لنا. بالظبط. لا خليها تضطر تجي لكم بقى. صلح ما افسده السوشيال ميديا. خلاص نستكمل كمان صور معانا. دي الحواجب الميكرو بليدنج، حاجب ده معمول، الحاجب ده مش معمول. فرق جدا. احنا بنوضح اللي معمول من اللي مش معمول. هو ده كانت عاملاه بس من كام سنه وهي بتعيد عليه تاني. هنا بقى ده الميكرو بليدنج هير باي هير. ده الشعرايه شعرايه. بصي تحت وفوق الفرق. انا شايفاه باين طبيعي جدا. باين طبيعي جدا. رسم شعر على الجلد. وبعدين من غير الم ولا دم ولا اي حاجه من دي. الموضوع ده اصلا بيخوف الستات جدا. وبعدين برضو كمان بيروح بعد سنه، فحاجه جميله جدا يعني. تقدر تغير الرسمه زي ما هي عايزه. يعني انا حاسه ان حواجبها طبيعيه جدا. وكمان لو حابه تشيله بيتشال بالسهل. بتشال ايه؟ بيتشال بسرعه يعني، جلسه جلسه بس عن طريقكم بقى. عن طريقنا. تشيله وتعمل غيره. اي رسمه هي عايزاها. نفس الكلام برضه، حواجب مايكرو بليدنج هير باي هير. كانها طبيعيه الشعر جدا. موجود. بالظبط كده، بس انتوا محددينه مثلا. دي بقى العرايس بتاعتنا. رائعه جدا. ليك حق بقى. ليك حق حضرتك تقول ملكه. وبعدين انا ليك حق طبعا تقول ملكه. كويس ان احنا ما شفناش عرايس قبل وبعد. هو كده جايب بعد بس مش جايب قبل. رائع جدا. ده بقى قسم محجبات، يعني عندنا كمان عرايس محجبات. بالظبط، انا كنت لسه هسال حضرتك كمان في قسم للمحجبات، عشان لو مشاهدينا حابين. وبيرسموا كانها عامله تسريحه للمحجبه بالحجاب. هنا عامله الشعر والمكياج طبعا. لسه ما عملتش التسريحه كده كمان. بس كل عندكم. كل حاجه جوه البيوتي سنتر، حاجه متكامله يعني. قبل وبعد دي. هنا قبل وبعد. دي شفايف بقى فيلر توريد. توريد وفيلر. توريد وفيلر. في فرق كبير. طبعا كواليتي الصوره كمان مش حلوه، لو كواليتي الصوره احسن من كده كانت هتشوفيها على الطبيعه اكتر يعني. بس باينه جدا انها في فرق فعلا. هنا ايه؟ نفس الكلام، توريد وفيلر. توريد وفيلر. في فرق توريد بين طيب احنا قلنا الخلطات والعلاجات، خلاص بلاش يا جماعه نعمل حاجات تبوظ وشنا ونضطر ان احنا ننزل نقول الحقونا. خلينا احنا اتكلمنا عن البيبي جلو. طيب انتوا واضح ان كل مشكله في تجميل ليها حل. اي مشكله يعني لو واحده عامله كارثه في وشها او عندها ندبات. لا مش قوي كده يعني، ما انت ما تشجعيش الناس. لا 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 لا، ما حدش هيبوظ وشه، بس انا قصدي اقول ايه يعني، في سن كده معين في ندبات في البشره، في حبوب، في والناس جربت خلطات وحاجات كتير وباظت الدنيا. انتوا عندكم حل؟ عندنا قسم للبشره مخصوص، حاجه اسمها جلسه تنظيف بشره. تنظيف علاجي. التنظيف العميق. بتيجي تعمل تنظيف عميق وبتعمل سكرابات وبتظبط الدنيا ظابطه كويسه، وبعدين كمان بنعرفها ازاي تحافظ على بشرتها بعد كده. يعني هي الاحسن اللي هي تروح لحد فهمان خبير. صح. يفهمها، لان هي البنت بتبقى طالعه 16 18 20 سنه بتسمع حاجات كتيره وخلاص. صح. لا، وعلى السوشيال ميديا دلوقتي حاجات كتير قوي. تيجي المكان متخصص يعرفها، يعني يعمل لها، وبعدين يبدا يفهمها الدنيا هتمشي ازاي عشان تعرف تعتني ببشرتها بعد كده. وبعدين انا بنصح كمان كل بنت يعني ما تروحش اي مكان غير لما تبقى يعني واخده فكره عنه،
عشان بيجي لنا ناس برضو يعني مضروره بسبب صح. يعني ناس ما عندهاش خبره او راحت اماكن اصحابها أو, او او ما ينفعش حد يتعلم في حد كده طبعا. يعني. انتوا بتستقبلوا كوارث اكيد وبالذات في موضوع الرسومات والوشم والحاجات ديت، لان ازالتها بصعوبه شويه، فيعني يا ريت الناس قبل ما تفكر تعمل وشم او حاجه زي كده تفكر 1000 مره في وتعمل في المكان مكان مخصوص. بالظبط صح، عندك حق. طيب مشاهدينا الاعزاء هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني، اوعوا تروحوا في اي حته. الفاصل مع مستر سامح، برحب بيك مره تانية يا مستر سامح. اهلا بيك يا ست. حابه تكلمنا اكتر عن اقسام باربي بيوتي سنتر. بص انا هشرح لكم اقسام بيوتي سنتر باربي واحده واحده بالتفصيل. اتفضل. بس انا حابب قبل ما ادخل في الاقسام واعرفكم ايه الاقسام، عندي بس يعني عايز اهتم شويه بموضوع يعني المرضى اللي بيتعالجوا بالكيماوي. اي حد بيتعالج بالكيماوي بيبقى عنده مشكله في الشعر. صح. مفيش شعر في حواجبه، مفيش شعر في رموش عينيه، مفيش شعر في راسه، دي مشكله كبيره جدا 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 وتقريبا ملهاش علاج جذري. طبعا. طيب احنا دلوقتي في باربي بيوتي سنتر بنهتم جدا بالموضوع ده. اي حد بغض النظر مش شرط يبقى اللي بيتعالجه بالكيماوي بس، في ناس بيبقى عندها ثعلبه او اي مرض اي كان. بنعمل للرموش حاجه اسمها بديل الرموش. بنرسم على العين زي شكل رموش وبيبقى دائم فبيحل المشكله وحاجه رائعه جدا. كمان عندنا رسم الحواجب الميكرو بليدنج دي برضو بتحل المشكله وبتبقى حاجه رائعه ونفسيتهم بتتغير. كمان بالنسبه للشعر عندنا الشبكه الفرنسيه، الشبكه الفرنسيه دي هي مش زي الباروكه، هي زي الباروكه بس مش باروكه لانها بتبان فروه راس. زمان الباروكه كانت بتبان ان هي باروكه بلاستيك. لا دي بتبقى شعر طبيعي هير باي هير، يعني شعرها كله شعر طبيعي، شعر نفسه طبيعي. وارضيه الراس بتبان فروه راس مش بتبان جلد، لا بتبان فروه راس بجد. دي بتتشال بتركب ولا تركب على طول؟ بتتشال في عندنا نوعين، نوع بيتشال وتركب وفي نوع بيركب كل شهر مره، هي اللي بتجيلنا كل شهر تفكها وتركبها او ممكن تاخد اللزق بتاعها وهي تفكها وتركبها لنفسها. ده حل رائع برضو. ده حل رائع وبعدين بيغير نفسية جدا. يعني المرضى جدا جدا، دي حاجة ممتازة. ده يعني لازم كنا نتكلم عن الموضوع ده. طبعا. عندنا كمان تركيب شعر لكل الناس الطبيعية بقى. تركيب شعر اللي هي خصلة خصلة وشعرية شعرية زي ما هي عايزة. يقعد 6 شهور أكتر من رائع شعرها طبيعية. بأي طول بقى. بأي طول هي عايزاه وأي لون هي عايزاه. وبتعمل بروفات كمان للكلام ده. ده كده قسم مخصوص لتركيب الشعر. عندنا قسم لتركيب الرموش، عندنا قسم لتنظيف البشره. تنظيف البشره ده قصه تانية بقى. لازم حد فعلا يكون فاهم بشره عشان يعرف يتعامل معاها. طبعا. يعرف يطلع الدهون صح، يعرف يتعامل مع الجلد، في جلد حساس، في ناس بتتورم من اي حاجه او تحت مرض تلتهب كتير جدا، فبدل ما تاخدي نتيجه عكسيه روح لحد متخصص. صح. انا مش بقول لك تعالي عندنا وبس، روح في اي مكان بس يكون على متخصص، بس تبقى ضامنه المكان اللي هي رايحاه، المكان اللي هي رايحاه ومجرباه او حد مجربه وقايل لها. عندنا كمان العرايس، تتعب شويه وتعمل سيرش كده وتشوف الاماكن وتشوفي الريفيوهات على كل صفحه شكلها ايه وخدي خبرات يعني. صح.
عندنا قسم للعرايس، العروسه برضو ليها قسم تاني مختلف لوحده، عندنا قسم للمحجبات، عندنا قسم للسبا والحمام المغربي والباديكير، الباديكير ده برضو قصه تانيه، عندنا باديكير دلوقتي احنا مسمينه باديكير علاجي، ان هو بيشيل بقى الغرز والحاجات اللي اي في ناس عندها مشاكل كتيره مثلا في رجليها وتشققات في رجليها والضوافر والحاجات دي. وكل دوت ليه حلول عندنا. عندنا كمان مشكله كبيره كانت بتجيلنا اثار الجروح والحروق. دلوقتي احنا عندنا تاخد وقت طويل قوي على بال ما بتروحوا وتقريبا هي تقريبا في الطب ملهاش علاج. فيعني انا مش عايز اتكلم كتير عن الطب عشان بتكلم عن الطب بيهاجموني، فلا هي يعني اي مشكله في التجميل عموما هي ليها حل عندي. بس عندكم حل، عندكم حلول، حلول كتير. عندي حلول. يعني اي مشكله ليها حل. يعني حتى لو الحاجه اللي في التجميل دي هتاخد وقت عبال ما تعالج تماما، ليه يعني ليه تقعد كده مثلا حاجه شكلها وحش او مش ظريف؟ عندي كمان حل الاستريتش مارك، الاستريتش مارك اللي بيجي اثر الولاده او التخن التخينه او خست بيبقى فيه استريتش مارك، تقريبا برضو ملوش علاج. انا عندي الحمد لله علاج. حضرتك جبت من الاخر انه ملوش علاج. ملوش علاج تقريبا، ملوش علاج. انا بغير لون الجلد، يعني وات ايفر لو الخط ده لونه ابيض مثلا، او لونه مثلا لو ابيض بغمقه لون الجلد او وردي بيبقى، او بغيره لون الجلد جلدها هي، كل واحده ليها لون جلد بطريقه البيبي جلو برضو. فبالتالي يعني ما بيبانش، ما بحقنش حاجه، انا بغير لون الجلد بطريقه التاتو. فبالتالي ما بيبانش خالص. كمان في عندنا علاج لمرضى البهاء، يعني مرضى البهاء بيبقى عندهم مشكله برضو في هو مرض البهاء ده مش يعني انا بتكلم على المرض الظاهري. هو مرض ظاهري فقط، يعني هو بيبقى مضايقها شكلا طبعا، يعني بقع في ايديها بيعمل تصبغ في الجلد او بقع في وشها، هو بيبقى مضايقها اللون. صح، انا بتكلم عن اللون، انا بغير لون الجلد. بغير لون الجلد يعني مالكش دعوه بالمرض ايا كان، هو مالكش دعوه بالمرض ايا يكن، هي تعالجه مع نفسها اذا كانت تعرف تعالجه. لا، انا بغير مظهر الجلد، التجميل بقى للجلد. التجميل اللي يهمني، بغير لون الجلد بس. فطريقه برضو التاتو يعني كله اختصاصي في اللي انا يعني كل موضوعي انا تاتو، بس بالتاتو ده بعالج نفسيه الناس وبظبط الدنيا ظابطه كويسه، والحمد لله اشكر ربنا يعني مش ملاحق على الشغل. رائع جدا. يعني تقريبا اي مشكله في التجميل ليها حل في باركي بيوتي سنتر. طيب اتكلمنا عن الفاونديشن واتكلمنا عن البيبي جلو، صح انا بنطقه صح؟ ايوه صح صح. واتكلمنا عن المايكرو. نتكلم بقى عن العروسه. تقريبا هي بتخش عندكم ما بتحتاجش انها تعمل اي حاجه بره؟ لا تمام خالص، هي تخش لنا من الالف للياء بتاعتنا يعني. اي مشكله من اول تنظيف البشره كل حاجه، حتى لو هي يعني حتى كمان كان عندنا قريب كان عندنا اتيليه، اي مشكله عندها ليها حل. كمان مش بس كده، كمان لو هي عندها مشكله واحنا ما عندناش حق لها، احنا كمان بنستعين بدكاتره تحل لها المشكله. يعني في دكاتره كمان احنا تبعنا بيحلوا اي مشكله لاي مريضه، يعني اي يعني وات ايفر مثلا عروسه عندها مشكله معينه اكيد بيبقى كل حد عنده مثلا بيستعين بدكاتره برضو اللي مخصوص يقولها لحد عندها في المكان. انتوا بتستعين بدكاتره؟ اي بيقولها لحد عندها في المكان كمان. رائع جدا، ان هي مش محتاجه تروحي كذا مكان، يعني هو كمان العروسه مضغوطه. هو مول تجميل، هو مول تجميل، مول في قلب تجميل. المكان. طيب عندنا سؤال تاني جالنا من احدى الساده المشاهدات. ايه السن لو تنصحنا، يعني ايه السن اللي نبدا فيه البشره بالتقدم بالعمر او التجاعيد او التفاصيل، ولا انت ما عندكش سن معين؟ يعني هو كل يعني سن، يعني انت عايزه تقولي لي ايه السن اللي هي تبدا فيه تجميل او لا، تعمل فيه التقنيات دي؟ هو ما فيش سن يربطها بالتجميل. انا شايفه يعني كده، يعني هو من سن 16 سنه عايز تعمل تجميل هتعمله، ما تفرقش معاه، اللي هو كل حد بيشوف محتاج ايه ويعمله. ولكن انا ما انصحش ان هي تلعب في وشها كتير، بالذات بالحاجات التجميليه اللي طالعه اللي جديد. هو في انهي سن؟ يعني مش اقل مثلا من 20 عشان تبدا تعمل اي حاجه تجميليه بحته، يعني الحاجات التجميليه اللي هي الدايمه تعملها بعد ال 20، تحت ال 20 صعب تعملها. مش هتبقى محتاجه لها قوي، يعني مش هتبقى محتاجه لها. احنا عندنا بناتنا اللي تحت ال 20 دلوقتي كله عايز يجري ويعمل عندنا عمرات، يعني مش محتاجين حاجه. طيب احنا قلنا قسم خاص تجهيز العرايس واقسام متنوعه للاهتمام، عايزين نتكلم عن الشعر شويه، يعني الصبغات مثلا والتسريحات والحاجات دي. الالوان بصي، هي الالوان الجديده اللي طالعه موضه هي الوان الجري والسيلفر،
الوان دي الوان شتاء 2019. بتاعت مايا دياب بقى والناس اللي هي ديت، دايما دي مترقعه قوي، وايمن فنان فيها الصراحه، انا يعني على حاجه فكره جميله مش يعني. انا اللي اعرفه يعني مش كل الناس بتظبط الالوان دي، فانتوا هو عندكم على لون الجري الصفحه والسيلفر بالذات مش اي صعب، حد بيظبطه، صعبين لازم حد جدا يكون لازم حد يكون بروفيشنال سابق عشان يعرف يجيبهم صح. يعني. ناس كتير حاولت طبعا، بيجيلكوا لا ناس كتير حاولت تعمل لا اللون لا ده عندنا، وفشلت، فجايه لكم نصلح بيقولنا ناس شعرها مهري خالص كمان، بسبب انها حاولت تعمل اللون. بيضطر بقى يعني يعالجها الاول، على كلمه يعالجها يعني يعمل لها تريتمنت للشعر، حاجات ترطب الشعرايه يبتدي بقى يعالج الشعرايه من اول من وجديد اول عشان وجديد، ويعمل يبتدي. لها علاج للتقصيف، وبعدين يدخلها في مراحل كده، وبعد كده طب ليه يا يبدا جماعه يعمل. ليه ما نروح يعني لاهل الخبره من الاول؟ ما يعني كلنا علشان عارفين ان اللون ده صعب جدا اللون ده فعلا. صعب، بيتعمل اكتر من مره، فمش اي حد بيعرف يعمله يعني. طيب احنا معانا فيديو دلوقتي، لو جاهز يا ريت تتعرض. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واكيد شفتوا معانا الفيديو شويه. هي باروكات ولا بواريك عشان ابقى بنطقها صح؟ هي بواريك، والبواريك ديت بواريك شبكه فرنسيه، يعني جلد الراس فيها متميز شويه، باينه طبيعيه مستورد قوي، طبيعي فعلا، مش هي مش باينه، هي فعلا شعر هي طبيعي هو اوريدي شعر باروكات. طبيعي ينفع يتعامل بالبيبي ليس او وبعدين الموديل دي كانت بتعرفكم يعني ان هو بيتركب ويتشال بسهوله، يعني ناس عندها عقده في ان هي مش هتعرف تركب صح ومش الباروكه، هتظبطها ومش لا اطلاقا، دي حاجه تانية، دي هتعرفي تظبطيها وتلبسيها في ثانيه، ومش هتقع ابدا غير لما انت تشيليها بايديكي، محدش يقلق من الموضوع ده ابدا يعني. عشان الناس تقلق تحط باروكه بيقلقوا وتقع ان هي في اي تقع وقت. منهم او حاجه زي كده، لا دي مش ممكن تقع، ما مش تقلقش. ممكن تقع. لا لا الوان بقى كتير واطوال عندكم كتير. واي لون، وبعدين احنا عندنا يعني بتيجي بيور خام، وبعدين احنا نسبخها، لان يعني هي شعر طبيعي فبتقبل صبغه، فاي لون هي عايزاه بيتعمل. طيب الناس تتواصل معاكم عن طريق التليفونات طبعا، انتوا ليكوا فروع؟ لينا فرع في اسكندريه، ده الفرع الرئيسي، ده الفرع 25 الرئيسي شارع الاقبال فوق ماكدونالدز، لوران اسكندريه. الفرع الثاني في حدائق الاهرام، حاليا بنزله كل يوم سبت بس، وقريب ان شاء الله في فرع جديد في المهندسين، بس ده لسه ما اتفتحش يعني، لسه أيوة قريب جداً. على الصيف ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يعني يبقى عندنا فروع كتير قوي. بابي بوتي سنتر، احنا محتاجين ناس خبره في مجال التجميل، هم يعني الحد يعني الست لو حابه تروح مكان تعمله من اول مره، مش حابه تروح مكان تعمل حاجه وتعيد عليها صح؟ هي علشان تعمل حاجه صح من اول مره، تروح بدل ما المكان تجرب الصح. في نفسها يعني تاخد خبره من الناس اللي راحت، فتدخل على الريفيوهات، تخش على الصفحه، تشوف ناس عامله على الطبيعه، تبدا تزور اكتر من بيوتي سنتر، وتقارن وتشوف ناس عملت، وتقارن وتقارن الاسعار، وتقارن ماركه بماركه، مش تقارن سعر بسعر، ماركه بماركه، يعني عشان تبقى فاهمه صح، تعرف انا عايزه النهارده اعمل صبغه، فاعرف ماركه الصبغه ايه ومين اللي هيعملها لي. لو مهم انا جدا مين اللي طبعا هيعملها. طبعا يعني الحاجتين مهمين، مين اللي هيعملها وماركه الصبغه ايه، علشان في ناس بتعمل صبغات على ايديها طبعا دي بتبقى نتيجتها مش حلوه. ناس بتعمل صبغات على ايديها عادي، مش عبوات مش عبوات مستورده ولا حاجه ماركه عالميه ولا الكلام ده، فهي بقى الزبون اللي بيقارن السعر، فده دايما بيلبس بيقع حاجه في تانية. الفخ ده.
صح؟ اللي هو بياخد اقل حاجه، ما بيهموش بقى عايز اقل سعر ممكن، مش عايز اجود حاجه ممكن، بس هيضطر يعيد تفرق. عليه ويدفع اضعاف اللي هو بس دفعه، هو ده صح؟ اللي ده بيحصل اللي بيحصل. بالفعل، اللي بيسترخص بيدفع اكتر لانه بيعمل مرتين، بيجي يصلح وبعدين يعمل من جديد. فدايما الناس ما تقارنش الموضوع باسعاره بس، ما تدورش على اقل سعر، بالظبط. تدور على افضل منتج مش اقل سعر. ولو انت معاكيش مثلا النهارده ما تعمليش خالص احسن من ان انت انا تعملي وتبوظي وترجعي بشتري يعني عشان ما بايدك في تعيديش الراي. تاني. بالظبط. اخر نصيحه ليك لعروسه جايه لك خلاص البيوتي سنتر، تجهز نفسها ازاي ولا ملهاش دعوه باي حاجه ملهاش وتيجي دعوه باي حاجه، بس جينا قبلها بشهر او باتنين شهر او او اتنين؟ باتنين او بتلاته كمان يعني، يكون افضل لكل مكان قبل الفرح بمده، نلحق نجهزها. ولو عندها اي مشكله في الشعر او البشره او حاجه زي كده تقدروا نبدا تشتغلوا عليها. نبدا نشتغل عليها لحد ما تروح خالص المشكله وتبقى بمظهر احسن في فرحها يعني. مستر سامح نورتنا النهارده، بشكرك ميرسي جدا، شكرا ربنا يخليك، جزيلا. انا ليا الشرف. اعزائي المشاهدين، نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله في موضوع جديد. تصبحوا على خير.